هلا والله، دي اتفاقية التعامل بشرح فيها أهم النقاط اللي بستخدمها في التحليل، لأن كل واحد وليه طريقة التحليل أو نظام الفلك اللي بيشتغل بيه. أنا بشتغل بالفلك الغربي اللي هو التروبيكال، في ناس بتشتغل بالتنجيم الهندي اللي هو الفيديك أسترولوجي. كل واحد حر وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. دي خريطة بشكل عام أنا هشرح عليها الحاجات البسيطة. هنا كده مكتوب الهول ساين، أو الناس لما أنا جيت أنطق قبل كده أنا نطقت هول ساين، النطق الصحيح هو الهول ساين، يعني كل برج بيت طريقة البرج الكامل. كلمة هول المقصد منها كلمة الكامل أو الكل، ان كل برج بيت، ده البيت الاول، ده الثاني، ده الثالث، ده الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، وهكذا لحد ما توصل للبيت رقم 12 اللي مكتوب هنا كده اهو. طيب، يبقى ده نظام تقسيم البيوت. ونظام تقسيم البروج، ثواني، هتخش هنا كده عندي في السيتنج، المين سيتنجز، هلاقي مكتوب هنا الزودياك اللي هو عجلة البروج، مكتوب هنا تروبيكال، ده النظام برضو اللي بستخدمه في تقسيم البروج. الفرق ايه ما بين الزودياك التروبيكال والسيديريال والدراكونيك؟ باختصار، التروبيكال بيعتبر انه نقطة الاعتدال الربيعي هي بداية برج الحمل وبس، وبيقيس 30 درجة. السيديريال بيعتبر ان نقطة تقريبا الالفا في برج الحمل، او النجم اللي اسمه الفا في برج الحمل، هو الصفر، وبالتالي الفرق ما بين التنجيم بالتروبيكال وبالسيديريال تقريبا 23 درجة، ده اللي انا فاكره. فانا مش بستخدم السيدريال ولا بستخدم الدراكونيكال، لان الدراكونيكال ده حاجه تاني خالص هنبقى نتكلم عنها في فيديو لوحديها. يبقى ده اول اتفاق. تاني اتفاق عشان نكون ماشيين بشكل منظم، الكواكب الوهميه اسمها هايبثيتيكال بلانتس. النطق بتاعها هنا كده اهو، اهي الكواكب الافتراضيه، الكواكب الافتراضيه hypothetical planets، هايبثيتيكال بلانتس. الكواكب الافتراضيه هتشوفها فين؟ هتشوفها هنا كده في موقع استرو ثيم. لو انا جيت عملت واحد اسمه علي، وبشكل عام عملت هنا ان مدينه الولاده بتاعته هي مدينه الرياض، ده مجرد نموذج انا بشرح عليه، لكن مفيش حد اعرفه بالبيانات دي، بس عشان الناس الكائنات الفضائيه اللي عندي في التعليقات. هنزل تحت هنا كده اهو، مكتوب الهايبثيتيكال بلانتس اللي هي الكواكب الافتراضيه، اللي هي زي مثلا زيوس، اسماء الاساطير الاغريقيه القديمه هيطلعهم لك مرسومين بالاخضر هنا. ده كده الرمز، ده في واحد فيهم الرمز بتاع كرونوس، وده رمز زيوس والكلام ده، وده رمز تقريبا مدري كيوبيد، ده كيوبيد. المهم الاسماء بتاعتهم موجوده هنا كده، تخش هنا كده اهو، خش هنا وبالاوبجكتس اوف تشارت، الفيتيشس بوينتس مكتوب بقى هنا سيلينا وهنا زيوس. بقى هنبتدي بقى كيوبيد، زيوس، اديميتوس، ابولو، كرونوس، فولكان، وبوسايدون اله البحار في الاساطير الاغريقيه. انا مش بستخدمهم لان هم كواكب افتراضيه تخيليه وهميه. انا يا دوب اخلص زحل والمشتري، واخلص المريخ، واخلص الشمس وعطارد والزهره والقمر، يا دوب اخلصهم ويا دوب افتك. اما بقى والله ان في شخص يقول لي لا حلل لي الكواكبات الوهميه، انا مش بشتغل بقى، او الكواكب الوهميه انا مش بشتغل بقى، ده شغل. انا بتفق معاك على اتفاقيه شغل اهو. طيب، في حاجه كمان، اتصالات الاوتاد الاي سي والكلام ده انا مش بشتغل بيه برضو، اتصالات الاوتاد. معلش بس في حاجه هنا المفروض نعدل على الرساله دي، نعمل انه انا برضو مش بشتغل بالاتصالات الفرعيه، يعني رقم 12 انا مش بشتغل ابدا بالاتصالات الفرعيه ولا تخصني في اي حاجه خالص. الاتصالات الفرعيه مش بشتغل بيها. ايه بقى هي الاتصالات الفرعيه؟ التخميس ومش عارف التسبيع والكلام الفارغ ده. هتلاقي هنا في الاتصالات الاسبكتس اند اورب، هتلاقي اتصال الكونجنكشن اساسي، الاوبزيشن اساسي، المقابله، السكوير التربيع، السكستايل التسديس، وتحت هنا كده التثليث اللي هو يعني تاني اقوى اتصال يعتبر بعد الاقتران، السيمي سكستايل والكوين سانك والكلام ده انا مش بشتغل بيه، والسيم سكوير ونص التربيع ونص التثليث ونص التخميس ونص التفعيص انا مش بشتغل بيه. انا بقول الكلام واضح لان في ناس تيجي تتفلسف على راسي وكانه انا يعني لسه دخل في الفلك ده امبارح وماني فاضلهم صراحه. فعملت فيديو بوضح فيه كل الكلام ده. النجوم الثابته لحد هذه اللحظه ما دخلتهاش في الشغل. النجوم الثابته الفيكسد ستارز وهي مش ثابته ولا حاجه، لان النجوم بتتحرك درجه كل 72 سنه، والكلام ده ان شاء الله هنبقى نتكلم فيه في فيديوهات النجوم بالتفصيل. طيب، كواكب الاجيال اقل قيمه
في خرائط الأشخاص، ولكنها أكثر قيمة في حياة الدول والإمبراطوريات، زي ما اتكلمنا عن بلوتو في برج السرطان، وقلنا الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية لما بلوتو دخل الأسد. كمان الأسهم العربية لها طريقة تحليل، يعني أنا صراحة ما شرحتها وما حد شرحها، ومو حابب إنه يعني أتكلم في الأسهم العربية لأنها محتاجة تفاصيل أكتر. لكن باختصار، السهم مش كل الأسهم العربية لها نفس القيمة أو لها نفس المكان، أصلا معادلات الأسهم العربية مختلف عليها. ده حاجة. الحاجة التانية إنه عشان تاخد السهم لازم يبقى فيه اتصالات للسهم مع حاكم البرج ومع حاكم البيت، ولازم تكون اتصالات سعيدة، وإلا السهم هيكون ملوش لازمة. كل الناس عندها سهم المال، لكن هل كل الناس أغنياء؟ لا طبعا. كل الناس عندهم سهم الزواج، هل كل الناس اتزوجت؟ لا طبعا. كل الناس عندهم سهم الأولاد، هل كل الناس أولادهم بخير؟ لا طبعا. فيعني الناس اللي بتتكلم في الاسهم وتتفلسف، يا اخي المشكله اللي بيتفلسف ما يدري وين الله حاطه، فدي مشكله. لو لقيت ان في اكتر من دلاله على نفس الشيء، كاتب انا هنا كده التفاصيل اللي في عليها اكتر من دلاله بتكلم عنها. طيب ولو ما يعني اذا كان في اكتر من مؤشر لنفس الشيء بتكلم عنه، ما فيش مؤشر خلاص يا اخي مش هتكلم عنه، يعني التفاصيل اللي مش موجوده مش هتكلم عنها لانها مش موجوده. الكويكبات بهتم بجونو اللي هو كده، وبهتم بكايرون تقريبا، جونو كده ما ادري كيف، جونو تقريبا كده، كايرون معروف، كايرون ده كويكب المجروح الشافي. طيب الاتصالات الفرعيه قلنا ما بنشتغلش بيها. الكواكب الوهميه الهايبثيتيكال بلانت مش بشتغل بيها. ايه اللي بنشتغل بيه؟ احنا بنهتم بالاتصالات الاساسيه، وبنهتم بالكواكب، بنهتم بالحاجات المهمه اللي توكل عيش، الحاجات اللي في منها فايده. اما بقى والله اسيب الخريطه كلها واقعد اتكلم عن القمر الاسود وامراضك النفسيه، لا انا مش اشتغلتش دكتور نفساني صراحه، مش فاضلك انت وامراضك النفسيه كده بوضوح، يعني الكلام واضح اهو، وما علي من زعل الناس، وما علي من كلامهم، ما علي من فلسفتهم الفاضي، انا بتكلم في المهم. كواكب الاجيال مش معقوله يعني انت هتعيش 250 سنه عشان تشوف دوره بلوتو، ما حدش فينا بيعيش 250 سنه صباح الخير يعني. فالناس اللي بتحب تتفلسف على راسي، شوف لك حد تاني تفلسف على راسه، مو انا اللي تيجي تتفلسف عليه. الموت وما الموت وكيف هتموت، انا ما بحبش اتكلم في برضه في الموضوع ده لانه بيجيب لي مشاكل، وماني فاضل المشاكل اساسا، يا دوب افضى ان انا احلل واشوف الشغل واخلص الشغل اللي عندي. دي كانت الاشياء اللي حبيت اذكرها عندي، المؤشرات، ايه اللي انا بتكلم فيه، ايه اللي ما بتكلمش فيه. واكيد في 100,000 فيديو في القناه عندي بيتكلم في الحاجات السياسيه والحاجات الاقتصاديه وخرائط مشاهير وما مشاهير وتحليلات سياسيه كتير وكواكب الاكيال، يعني انا مش يعني مش جاهل في الموضوع ده، مش ان انا اول مره اعرف يعني ايه مثلا الدراكونيك والسيديريال والتروبيكال، لا 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 لا، ولا الاسهم، انا اول من اتكلم في الاسهم وحطها في فيديوهات واتكلم عنها، يعني الموضوع مش جديد عليا، انا اللي بحط العلامات دي، انا اللي بتحكم في المعادله بتاعتها. يعني المغزى من الكلام ان ما حدش يجي ياخد حاجه انا كتبتها ويتفلسف بيها على راسي، يعني مش معقوله يعني. يعني دي معادلات الاسهم العربيه، انت اللي بتعمل معادله السهم، انت اللي بتحط معادله الاسهم العربيه، انا معدل فيهم يعني، لان البرنامج كان فيه حاجات غلط. يعني البرنامج كان بيحط ان معادله سهم الاولاد كان بيحط فيها بلوتو، معادله سهم الاولاد ما فيهاش بلوتو، فعلى اي اساس انت بتتفلسف على راسي وما انت فاهم المعادلات اصلا اللي بيتركب منها الموضوع. ففي ناس تحب تتكلم بس، في ناس بس تحب تتكلم. وهكرر الموضوع تاني يا جماعه، اتصالات الاي سي والاي والام سي والدي سي والاي سي مش بشتغل بيها، ده كده الاي سي وده كده الدي سي وده كده الاي اس سي، ده الطالع ده الغارب ده وتد الشمال او وتد العاشر او وتد السماء ام سي وده الاي سي، خلاص انا مش باخد اتصالاته. يا رب الناس الحلوه اللذيذه الفيلسوفه الظريفه اللي بتتابعني تفهم، لان في كائنات استغفر الله العظيم الواحد ما يدري كيف يتكلم معاها. والمشكله انه اخونا في الاسلام او اختنا في الاسلام هو يجي اللي ينظر على راسي، يعني الواحد ما يبغى يبهدل في الناس ويتكلم يستهزئ بيهم ويتريق عليهم، يعني مين انت علشان تيجي انت اللي تعلمني شغلي؟ حتى البرنامج اللي انا بستخدمه، البرنامج ده برنامج مدفوع، انا مش بشتغل ببرامج مجانيه ولا الحاجات ابو كلب الحاجات الرخيصه، لا 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 لا. التطبيق اللي بشتغل بيه برضو هو استرولوجيكال تشارتس برو الاصدار ده، وانا مش بعمل دعايه للراجل لان هو راجل روسي ولا عرفني ولا عرفه ولا بينا اي علاقه، ده واحد في روسي مش دخلنا انا بيه. فالناس اللي بتتفلسف كتير يا ريت تحل عن سماه بس، لان انا ماني فاضل الفلسفه، ورانا شغل مهم ورانا حاجات مهمه، وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه، وكل واحد يحلل بالاسلوب اللي يريحه. يا سيدي انت حلو وانت نظامك حلو، عيش على النظام اللي يريحك بس.
ده التطبيق واضح والكلام واضح ومكتوب بشكل واضح وصريح، عشان ما حدش يجي يتني معايا الكلام ويجي يحب يكتر ويسأل أسئلة ما منها فايدة في وجهة نظري طبعا. بس وشكرا ليكم، وأتمنى إنه الواحد يعرف يوصل معلومة واضحة وقوية، مش يتفلسف في كلام فارغ ما منه أي فايدة في الحياة. بس كده.